التواصل يستمر، والشوط الثالث اعلنت قبل قليل بحفظ الله ورعايته انطلاقة ليحمل الابكار الفطاميين في هذه الانطلاقة الالف والخمسمائة متر اللي يتنافس فيها المتنافسون على الفوز والناموس. انطلقت الابكار، نروح مع المركز الاول في هذه الانطلاقة. الاندلس تاتي على مقدمة الشوط، وعبد الله بن محمد بن اسحاق بن موسى ياتي على المركز الاول يسيطر على المقدمه. هنا تاتي بشاير سالم بن مانع الغويص يقدم بشاير في هذه الانطلاقه على المركز الاول، غيرت المركز الثالث. التواجد للظبي سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي يتقدم مع الظبي على المركز الثالث. اما المركز الرابع هذه هي اسباب راشد بن علي بن خميس بن مرخان يقدم أسباب وتتدخل في هذه اللحظة. لمحة عدي بن يمعة بن علي الغفلي. هذه النتيجة، هذه المراكز الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع. نسير مع المركز الأول، نتقدم مع الغويص مقدم ما شاء الله هذه النوعيات الجميلة ومستعد للموسم. للموسم يا سلام يا سلام في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. هذه بشاير الخير، بشاير الموسم عند الغويص للمرة الثالثة والهاتريك مع هذا الصباح. ياتي مع الغويص، ياتي مع سالم بن مانع الغويص ويقدم لنا بشاير في هذه الانطلاقة. ولكن التحرك من الظبي سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي على المركز الثاني، ولكن خلاص الغويص للمرة الثالثة هنيالك على هذا الاداء الجميل والانطلاق الرائع. سالم بمانع الغويص تهانينا والناموس على هذا الفوز ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني الظبي لسلطان بن ناصر العويسي، والمركز الثالث هذه الثالثه اللي هي عون لمحمد بن سعيد بن حلوه. هكذا الثلاث المراكز، والتوقيت الزمني 2:10 توقيت هذا الشوط.